منذ بداية المنافسات والمنتخب الهندي هو المرشح للفوز بلقب البطولة. فازوا في آخر بطولتين وأحرزوا 6 أهداف أمام نيبال دون أن تتمكن الأخيرة من إحراز هدف في شباك المنتخب الهندي. لم تصل باكستان إلى النهائي، ولكن ظلت المشاركة الباكستانية في البطولة خبراً جيداً للمشاهدين هنا، فاستضافة باكستان للبطولة كان حدثاً فريداً بالنسبة لهذا البلد. هناك مشكلة في غطاء الوجه عند دخول الملعب، خصوصاً ما إذا كانت العائلة محافظة، لكن بما أن المباراة تبث على الهواء فإن الأهل والأصدقاء يصبحون على علم بأن الرياضة النسائية تتقدم، ومن ثم يشجعون بناتهم. للمرة الأولى ارتدت اللاعبات الباكستانيات سراويل كرة القدم القصيرة في المباريات. بالنسبة لبلد محافظ كباكستان فإن ذلك الأمر كان حدثاً فريداً من نوعه. يعتقد بعض المراقبين هنا أن البطولة خطوة هامة لمسيرة الرياضة النسائية في باكستان. إنه حقاً شيء عظيم أن تكوني هنا وترين الفتيات يلعبن الكرة. إنه حقاً شيء عظيم. تأمين البطولة كان أمراً صعباً، فمنذ الاعتداء على المنتخب السريلانكي للكريكت في عام 2011 وباكستان بعيدة عن خريطة تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية. قبل أسابيع قليلة من بدء البطولة قتل العشرات في تفجير انتحاري بالقرب من بوابة حدودية مع الهند. بالرغم من هذه الظروف الأمنية، يقول المتابعون هنا إن إقدام البلاد على استضافة البطولة يعد علامة إيجابية. شيماء خليل، BBC، إسلام آباد.